جمهور مفرح جمهور وهم. مفرح طبعا، لا لا، ما انا وكان بقول لك مثلا وراهوش عودة فاهم جماهير حظ. الزمالك الفترة الأخيرة ده شايفه ازاي؟ حاجة مبهجة طبعا، اه حاجة احنا مبهجة تقول لهم ايه عشان بالتدريج. نزود الأعداد؟ لا لأن هو خلي بالك في لعيبة كتير ما لعبتش ما في لعبتش الزمالك ومش بكمية قادرة، الجماهير. مش قادرة تلعب قدام الجمهور لحد دلوقتي، مش قادرين، مش عارفين، هما مش عارفين قيمة جمهور الزمالك ايه، مش عارفين. ما هو لا اللاعب ده هم ما اكيد شافش عارفين جمهور قيمة الزمالك، الجمهور، بس مش عارفين، ما شافوش الاستاد وهو مليان. ما هو دي بقى دي مشكلة كبيرة. هو فيما بعد اللاعب ده لما يجي يشوف الجمهور كتير مش هيقدر يلعب قدامه. ممكن تبقى عامل ايجابي وعامل سلبي بالنسبه له. بس انت شايف الموضوع ده زي اسامه؟ لا بص يا كابتن، اصل انا من وجهه نظري الجمهور الزمالك والجمهور دايما بيكون ايجابي. بص يا كابتن، خلينا نجيب اخر الجزائر وجهة نظري. يعني كل الناس اتكلمت عن الجزائر، انا ليه هنقل التويست ده، بس هرجع لك في القصة دي. الجزائر البطولة اللي هي خرجت فيها دي بنسبة 90% السبب الرئيسي في خروج الجزائر طبعا الملاعب وكله، بس غياب الجمهور. مصر هتقول هم خدوا بطولتين في حياتهم، 90 كانت عندهم في الجزائر، واللي كانت هنا في مصر وكان معاهم جماهير غير طبيعية، غير الجماهير بتاعت شمال افريقيا كلها بما فيهم جماهير مصر كانت بتشجعهم، تمام؟ فكان معاهم جمهور كبير جدا. لاعب شمال افريقي دايما اللي هو محتاج احنا جمهور. منهم بيموت في الجمهور، حب الجمهور، الكواليتي بتاع مصر. انا بقول لك ده قولا واحدا ونشوفه، الكواليتي بتاع مصر قل بعد غياب الجماهير، بعد الاحداث اللي حصلت ده حقيقة. قل بعد ما الجمهور بدا يقل، كمان اللاعب بدا يقل. اصل اللاعب عامل شكل الممثل في المسرح، عايز يشوف رد الفعل. فكره رد بيعرض الفعل نفسه قدام الجماهير لايف يعني على رد طول. الفعل من السوشيال ميديا ده بقى كارثي كارثي، وبيقلل من الناس. ليه يا كابتن؟ اولا السوشيال ميديا، انا بقول لك احنا رغم ان هي شغلنا ورغم ان احنا بنستفيد منها شهره وبنستفيد منها كل حاجه، لكنه مجتمع وهمي ليس له اي قيمه. ليه؟ لان انت ممكن عن طريق واحد صاحبك او مجموعه من اصحابك يعملوا لك جروبات ويخلوك تشتري ناس بتقول لك اراء فيك اصلا، فهي مجموعات وهميه. هي ليها ايجابيات وليها لا يا كابتن، سلبيات. انا هقول لك بس. فاكر انت، انا هفكرك عشان انت اللي هتبقى فاكر. انت كنت بتاخد رد فعل، عبد الواحد السيد كان بياخد رد الفعل من جمهور التمرينه مش الملعب. انت كنت بتروح التمرين تمرين فعلا. لو انت عامل ماتش وحش، وهقول لك انا فاكر الايام دي وبنقعد احنا بره نستناكم، كان الجمهور ما ينادلكش، مش مهم يزوم عليه. يعني مثلا ينادي بكل اللعيبه وما يناديش لعبد الواحد، فعبد الواحد يعرف اللي هم ده انا عملت ماتش وحش الماتش اللي فات، ده انا عملت ماتش وحش الماتش اللي فات، ده الجمهور نادالي بالراحه. فكنت بتاخد رد فعلك اوتوماتيك في الملعب وبعد كده في رد التمرين، فعل حقيقي. فانت كنت بتموت نفسك عشان في التمرين. كان بحضر كابتن، انتوا كان في تمارين بتحضر لكم 5000 متفرج، حقيقي كان في تمارين. فانت مش والاستاد بس بيبقى مش متقفل. الملعب، انت مش الملعب، انت دلوقتي معلش في غياب الجمهور. لذلك انا بحيي عودة الجماهير وبحيي الناس اللي خدت اول قرار، لان ده اللي هيرجع كواليتي تاني المصري، عشان الولد يلعب كويس وعشان الولد يلعب لاعب يعني، ويبدا يحاول يبدع تاني ويحاول يرجع نفسه ويموت نفسه في تمرينته. هيدخل يلاقي مدرج، هياخد رد فعل. في بدات بعض اللعيبه عشان هي الجماهير غريبه عليها تبدا تتكلم مع جوه، مش عارفه ايه اللي موقف جديد بالنسبه لها. هيبه حصل الجمهور بالنسبه للاعب ضاعت، فاهم يا كابتن؟ فاللاعب بقى بالنسبه له دلوقتي للجمهور، مش عارف اوصل لحضرتك ازاي، بقت نورمال، بقى الموضوع نورمال، ان هو الجمهور بيلعب متواجد ماتش ودي كانه بيلعب ماتش ودي يعني. انما بالظبط. لو ما بيبقى فيه جماهير اكيد هتفرق. طبعا طبعا بيتاثر كتير جدا يا كابتن. بس احنا ده مهم جدا لان الجماهير تلتزم، عشان احنا عايزين خاصه نادي الزمالك فعلا بجمهور بيفرق كتير جدا. طبعا كابتن، جمهور الزمالك والله ما عشان احنا زملكاويه، انا فاهم جمهور الزمالك ما عملش اصلا يعني في اخطاء طبعا بما فيها ماتش الافريقي، انا بقول لك دي حاجات مش هنقدر ننكرها يعني. ولكن لو انت اتكلمت على توتال عام هتلاقي جمهور الزمالك الاكثر التزاما، انا قصدي وما عملش بشكل عام مشاكل. مش بخص جمهور الزمالك بيسافر طول عمره. هو ايه، انا من طبيعه شغلي لو حابب اتكلم في النقطه دي، بس انا بنزل درجات تانية وتالتة رغم ان انا ماسك يعني حاجات الحمد لله كويسه، وبنزل حتى دورات رمضانيه ودورات وخدت جوائز في دورات رمضانيه، جوائز كبيره الحمد لله. كل ده انا متعلمه من الزمالك من وانا صغير. ليه؟ كنا بنسافر مع والدي، مع كنا بنسافر المحافظات كلها. الزمالك اللي علمنا احنا طول عمرنا بنسافر المحافظات، طول عمرنا ما بيحصلناش اي مشكله في جماهير منافسه بتدخل بالادوات بتاعتها.